السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا موجودين في بيلاروسيا من فترة طويلة، وبالفترة الطويلة هذه لاحظنا اشياء ممكن تكون غريبة على المواطن او الشخص اللي بيجي على بيلاروسيا. بهذا الفيديو راح اتحدث لكم او راح احكي لكم عن الاشياء الغريبة اللي ممكن ما تشوفها الا في بيلاروسيا. اهم شغلة او اكثر شغلة ممكن انت تشوفها اول ما تيجي على بيلاروسيا، وهي عدم وجود اصوات السيارات اللي هو الزمور، او شو بسموه باليمني، الدبوري، البوري او البوري. هذه الاشياء ممكن ما تسمعهاش ابدا ابدا ابدا، حتى لو في ازمات وما ازمات. ليش؟ ما بتعرف. بعكس الوطن العربي تحسها موسيقى الشارع. وكما تشاهدون أزمة سيارات، أزمة سير في الشارع، ولا تسمع أي صوت للسيارات ولا كأنه في أي شيء، حتى الإسعاف واقفة بنصهم. مش مستعجلين الجماعة، ولا ممكن تسمع أي صوت من قدام ومن وراء. لو مش واضح من وراء هينقف، شوف كيف من كل الجهات هاي السيارات. شوف الأزمة، ولا في صوت لا بوري ولا زمور ولا شيء. هل هي الأزمات عندنا هكذا؟ تحرك، ولا حدا بزمر لحدا، روح لحق لحق، ما لحقت it's your problem. شارة خضرة كذا ممكن نطلع عليها، مثل ما انتم شايفين صارت صفرة. مش اي صوت ولا تحكي انه شوف اربع طرق، ما انتم مثلا شايفين لهم حتى خمسة، واحدة اثنين، واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة. انه معظم الحلاقين كلهم من النساء، الا في الفترة الاخيرة بلشت اللي هي الشركات زي العالمية بارب شوب او هذه اشياء، بعض الشركات الفترة الاخيرة، ولكن اسعارهم ما زالت غالية جدا. هذه النقطة أو الحاجة الغريبة رقم اثنين. الحاجة الغريبة رقم ثلاثة، أنه أنت ممكن تشوف النسوان بتشتغل في البناء، وهذا بشكل عام موجود في بالاتحاد السوفيتي بشكل عام. هذه تعتبر يعني حاجة غريبة جدا، ممكن احنا ما نشوفهاش إلا في هذه البلد. الحاجة رقم أربعة، أنه هنا ممنوع أنت تعطي الفلوس من الباب، عن طريق الباب لازم تدخل، يا أما جوا يا أنت هو يطلع لك برا. هذا تعتبر من الحاجات أنه يعني حجم عيب او ما بتصير او حاجه ممنوعه. الحاجه الخامسه، انه ممنوع التصفير في البيت. يقول لك اذا انت بتصفر في البيت هذا معناه انه انت ما بضلش معك فلوس، او انت راح يصير عندك فقر، او هاي الامور، او لما تشوف انت بس اسود او يلاقيك يقطع الشارع عندك، فانه بقول لك اليوم تبعك اليوم يوم تعبان قوي فلازم تلف وترجع. ومن الأشياء أيضا الموجودة هنا، أنه الطفل ما لازم حدا يشوفه غريب حتى عمر سنة، أتوقع لازم يغطوه، أنه ما حدا أي حدا غريب يشوفه. ليش؟ مش فاكر صراحة ليش أو شو السبب. فهذه من الحاجات الغريبة أو الحاجات أو العادات الموجودة عندهم. شرب الكحول على الميت عادي موجود، بس غريبة بالنسبة لنا. أنهم يأكلون البوظة في فترة الشتاء، فكل سوبر ماركت في كل محل راح تشوف البوظة أو البوظة أو الآيس كريم في كل أوقات السنة، بعكس عندنا احنا بس في الصيف لما تكون درجة الحرارة عالية. بالشتاء احنا ما بنشوفهاش، مع انه ما عندنا شتاء مثل الشتاء اللي عندهم. عندهم الشتاء بوصل درجة الحرارة تقريبا ناقص 25 وناقص 30 أو 30 تحت الصفر. النخوة العربية، لما تيجي على حدا على البيت أو في تقعد مع حدا وتقول له مثلا أو يعزم عليك أو يقول لك تشرب شاي تشرب كوفي أو أي شيء، فأنت تقول له مثل الوطن العربي لا يسلم وشكرا ما بدي، هنا ما بتمشيش هاي الموضوع. ما بدك حر، ما مش راح يعزم عليك لا ولازم وشرب ومش عارف شو، هاي الاشياء مش موجودة. ما بدك تشرب انت حر، هذا مشكلتك. ما يجوز تهدي اي شخص ورد بعدد زوجي، يعني تهدي حدا ورد ما يصير تهديه بالعدد الزوجي، يعني 2 4 6 8 10 وهكذا، لازم فقط يكون عدد فردي اللي هو 1 3 5 7 وهكذا، لانه عيب او يعتبر انه انت بدك تتمنى انه الموت وهكذا، لانه هم عندهم بيهدوا وقت الموت بحطوا على القبور. والله اعلم، انا مش متاكد من النقطه هذا او نسيها، انه بحطوا على القبور
الورد بالعدد الزوجي، ما يصير تأشر بأصبعك تقول مثلا هذا فلان علان كذا كذا، يعتبر برضو من الأشياء العيب. من الأشياء اللي برضو ما بتصير إنه أنت تحط إيدك على إيد فلان شخص، في الوطن العربي إحنا عندنا هذه عادي جدا، هنا تعتبر شيئا من الانحراف. عيب إنك تسلم على واحد وأنت لابس القفازات أو المصابع، وتعتبر هذه برضو من الأشياء اللي هو عدم الاحترام والعيب وغير ذلك. وأيضا ما يصير إنك تدخل على واحد سواء مدرس أو أي حدا في غرفة وأنت لابس الطاقية أو لابس جاكيت، وخاصة بالجامعات بالمستشفيات في أماكن كلها بكون في غرف خاصة، قبل ما تدخل لازم تشلح هاي الأشياء وتحطها هناك وتدخل. الالتزام الشديد بالطابور بالدور بالصف في كل مكان من أي شخص كان، مسؤول طالب مدير قاصر صغير كبير، كلهم كل واحد بيمسك مكانه لما يوصل دوره. القراءة طبعا في الفترة الأخيرة خفت بوجود التلفونات أو الأجهزة، ولكن قبل الناس اللي كانوا في الدول الاتحاد السوفيتي السابق كانوا ملاحظين هذا الشيء بشكل كبير جدا جدا، أو قبل حتى مش الاتحاد السوفيتي السابق، قبل اللي هي فترة انتشار الهواتف المحمولة كانت اللي هي القراءة، يمسكوا الكتب تلقاهم في كل مكان بيقرأوا، في المترو في كل مكان. النظافة أو نظافة الشوارع العام والالتزام بالطرق بشكل مش طبيعي يعني، وخاصة في بيلاروسيا، يمكن دول ثانية أقل شوي، في بيلاروسيا موجودة بشكل مش طبيعي. سألت واحد كان درس في فترة الاتحاد السوفيتي، فسألته قلت له شو هي أكثر شيء أو أكثر عادة أنت شفتها هنا ما كانتش موجودة مثلا، أو أنت أول ما شفتها استغربت، فكتب لي التعليق التالي رح أقرأ لك إياه مثل ما هو كاتبه. احترام الإنسان، احترام الوقت، الثقافة، قراءة الكتب، عدم الكذب، وكلها أمور غريبة على مجتمعاتنا العربية للأسف. هذه بعض الأشياء الغريبة والعجيبة اللي ممكن حدا يشوفها أو ممكن تسمعها في بيلاروسيا، وممكن تكون في بعض البلدان القريبة من بيلاروسيا مثل روسيا وأوكرانيا والدول المحيطة. أنت شو هي أكثر عادة بالنسبة لك غريبة؟ وهل موجود مثل هذه العادات في البلد اللي أنت موجود فيه؟ وبس اكتب لنا بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.